عند شراء العقار بالتقسيط قد يتساءل المشتري عن إمكانية بيع العقار قبل تسديد الدفعات كاملة لصالح شركة الإنشاء. في هذه الفقرة من قبل ما توقع سأجيبكم عن هذا السؤال بشكل مفصل. أنا همام حبيب من امتلاك العقارية وإليكم المعلومة كاملة. قبل أن نسأل السؤال السابق يجب أن نسأل هذا السؤال: هل نقلت شركة الإنشاء الملكية إلى المشتري أم لا؟ لأنه في حال تم نقل الملكية يمكن للمشتري بيع العقار حتى وإن كان يترتب عليه أقساط أخرى. وهنا نقول شركة الإنشاء غالباً لا تنقل ملكية الطابو إلى المشتري إلا بعد إتمام الدفعات، سوى في حالات خاصة مثل تقديم ضمانات معينة من المشتري لصالح شركة الإنشاء كي تضمن الأخيرة حقها في استلام الدفعات كاملة بشكل مستقبلي. الشركات الحكومية والخاصة يمكن أن تسلم المشتري عقد بيع مصدقاً من الكاتب العدل، وهذا لا يعني نقل الملكية. عقد البيع هذا يمكن أن يخول المشتري ببيع العقار لشخص آخر، وهذا الآخر يكمل باقي دفعات المبلغ الواجب تسديده لشركة الإنشاء. وفي هذه الحالة يجب أن تكون شركة الإنشاء طرفاً أساسياً حاضراً عند عملية البيع لطرف ثالث كونها مالكة العقار الأصلية. إليك أيضاً هذه الملاحظات الهامة: لا يوجد نسبة محددة يجب دفعها من سعر العقار قبل التمكن من بيعه لشخص جديد، ولا مدة زمنية إلزامية. عقد البيع الذي يتم بين المشتري الأول والمشتري الثاني يترتب عليه دفع رسوم إضافية هي رسوم الكاتب العدل، ويتم الاتفاق على تسديدها بين الطرفين. يمكن للمشتري بالتقسيط بيع العقار لشخص أو أكثر بعد موافقة المالك، ويسلم سند الملكية بعد تسديد الأقساط كاملة، كل حسب حصته من العقار. كانت هذه التفاصيل الخاصة ببيع العقار المشترى بالتقسيط ولم يتم تسديد كامل دفعاته. إن كانت لديكم معلومات أخرى حول هذا الموضوع أفيدونا بها. إلى اللقاء. قبل ما توقع برعاية شركة امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا 055-2000-1000. عقار وقرار برعاية شركة امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا 055-2000-1000.